اهلا بحضراتكم من جديد في يوم الاربعاء. زي ما حضراتكم عارفين بنستنى كلنا احمد كيشو ورفاق. منور الدنيا يا كيشو. نورك يا فندم. والرفاق فين رفاق؟ شاكوش ومرافي. مش عايز اقول لك انتوا بتعملوا ايه في مشجعين الاهلي يعني بيحبوكوا قد ايه. ربنا يخليك يا جدع. مشجعين مش الاهلي برضه بيحبوكوا. اه بيحبونا بطريقه اخرى. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. بتنورنا والله العظيم. ربنا يخليك. والله مشوار صعب من اسكندريه بس انت بتحب الاهلي طبعا. اه. فالمشوار بالنسبه لك بيبقى جميل واحنا بنبقى مستنيينك كلنا. لا وحقيقي وانا فعلا ببقى مبسوط جدا وطالع مع حضرتك والله. الزمالك كسب مباراه يعني كانت مش عارف حضرتك شفتوها ازاي. مباراه نسبيا سهله بس هي كانت عارفين بقى التلات نقاط دلوقتي صعبين جدا ومنصدق ناخدهم. بتلاقوا بقى صفافير وبتلاقوا حاجات جميله كده كوره حد الكلام ده. اه لكن قلبك اسود انت دايما عارف. لكن مبروك نادي الزمالك واحنا عايزين منافسه كده تشتعل للاخر. والاهلي لما ياخد دوري ياخد الدوري كده والمنافسه مشتعله ان شاء الله. الزمالك بقى عنده 57 نقطه عنده مباراه المصري المباراه اللي جايه بدون فرجاني ساسي. الموضوع يبقى صعب. وعندنا طبعا احنا الاهلي والمقصه باذن الله. كل ماتشات صعبه بصراحه لكن الدوري احلو اكيد واللي يطول بقى والنفس اطول بقى ان شاء الله. هو ده عشان كده يعني انا فاكر حضرتك كنت قلت بعد لما خسرنا من الاتحاد في مباراه الدور الاولاني قلت انا في الدوري ما بقلقش. الاهلي بتاع النفس الطويل. جميل. ممكن الدوري بالذات اللي هو ما هو دي فكره بقى ايه عشان كده مثلا يعني عشان في مفارقه دايما بين ليه في فرق كبير بين بطولات الاهلي في الدوري واي نادي تاني وبطولات الاهلي في الكاس واي نادي تاني. ملك المفارقات. اه في مفارقه. لا بجد هي في مفارقه عشان كده دايما الكاس بطولته مفاجات. انت في ماتش واحد ممكن خسرت خطا تحكيمي خصوصا في خباك في خطا التحكيمي دي مؤثره جدا يعني لانها في الكاس انت خلاص استفدت بخطا خلاص اخذت بطوله. حاجات من دي بتحصل كتير صدف طبعا مش مقصوده احنا عارفين يعني فبتاخد فبتقرب من الاهلي. لكن الدوري صعب حتى الاهلي ممكن يقع مره ممكن التحكيم يعطله مره بقصد بدون قصد مالناش دعوه بس الاهلي بعد كده بيرجع يعوض تاني. هو دي الفكره عشان كده الاهلي بعد كده 40 وده بالمناسبه رقم قياسي. الاهلي اسرع نادي في العالم يوصل لرقم 40 دوري في بلده يعني ده في فرق 54 دوري بس الاهلي دون من 100 وشويه موسم يعني. لكن الاهلي في رقم قياسي في اسرع يعني افضل نسبه واسرع يعني اسرع نادي يوصل للرقم ده في العالم كله. تمام تمام. ملك الارقام كوسانتا كيشو. ربنا يخليك. ربنا كده يعني يكرمك بصراحه. الاهلي 24 مباراه. الزمالك 24 مباراه. خلاص لعبنا كل المؤجلات ما بنتكلمش. لا في ناس لا. عندها مؤجلات و هم مش عارفين هتلعبوا امتى. عندنا مؤجلات ثانيه كتير. لا مفيش. هو احنا مش عايزين نتكلم على خلاص مش عايزين نتكلم على خلاص احنا ساكتين. وبرده مش هنتكلم لو كان حكم مصر ادى لفرجاني ساسي انذار. يا نهار اسوح كانت الدنيا اتقلبت. الحمد لله الحمد لله. فرجاني ساسي لاعب مهم جدا كنت بتكلم عليه. انا فعلا بجد معجب بفرجاني ساسي كلاعب بيلعب بدماغه بعقله يعني. كنت بتكلم عليه مع الصحفي الكبير استاذ نبيل عمر وقد ايه هو لعيب مؤثر في نادي الزمالك هياثر بالسلب المباراه اللي جايه. بس برده احنا ايه هنتكلم بقى عن الاهلي. شفت مباراه الاهلي والزمالك ازاي خصوصا ان هي كانت مباراه من غير جماهير وشايف الجماهير قد ايه مؤثره كيشو؟ اكيد طبعا الجمهور مؤثر جدا يعني عشان كده احنا الجمهور فتره غياب الجمهور احنا بدا الجمهور يغيب من 2012. طبعا احنا اخذنا بطوله رقم يعني حاجه معجزه في 2012 2013 اخذنا بطوله افريقيا لكن ده كان بسبب يعني ايه بقصور الذاتي كده. انت خدتها عشان معاك ابو تريكه وبركات والناس بتكسب وهي نايمه اساسا يعني. اه بالظبط. عندك ده جيل ذهبي اصلا عنده الخبره عنده الخبره الافريقيه عنده خبره الجماهير. هو كان بيتعود على الجماهير لكن الجماهير يعني ما بقتش موجوده لسبب طارئ بس عندهم الشحنه لسه بس عندهم بالظبط كده. فهم عشان ما في قصور ذاتي انت ايه في صدمه كده انت بتكمل كده لوحدك يعني. جميل. لكن بعد كده بقى الجيل اللي طالع جديد وده على الكره المصريه كلها اهلي والزمالك وكل الفرق المصريه بدا يطلع يلعب في تقسيمه. هو دي احنا اللي بنشوفه ده تقسيمات مش مباريات حقيقيه. عشان كده مثلا بدا يعني حضرتك في فيديو شهير جدا للمعلق التونسي الشهير الشوالي قال ان هو الفرق المصريه تمتاز عن الفرق التونسيه انها في النهائيات بتخلص بتوصل للنهائي بتاخد البطوله لكن الفرق التونسيه ما كانتش بتخلص. العكس دلوقتي بقى اللي يحصل دلوقتي الفرق المصريه في 2015 الاهلي خسر امام فوق الصيف السوبر الافريقي بعد كده 2016 الزمالك خسر امام سان داونز نهائي افريقيا وبعد كده 17 18 الاهلي مع الوداد والترجي بعد كده برده في نفس الوقت اللي هو الامم افريقيا نهائي امم افريقيا مع المنتخب خسرناه. فدي فكره بدا في منحنى هابط جدا. فدي يعني يا جماعه الناس اللي بتزعم او اللي الناس بتتكلم شايفه بقصد او بدون قصد الكوره المصريه في خطر.
لو احنا عايزين نكسب البطوله الافريقيه الجايه دي ان شاء الله، ان شاء الله يعني لازم نعيد الجمهور. الجمهور هو مفتاح البطوله. يعني حضرتك كان في احد لاعبات الاهلي في الطايره اللي هي اللي اخذوا بطوله افريقيا الجديده، معيش مش متابع قد كده البطولات دي، بس هم هي قالت تصريح ما شاء الله بياخدوا بطوله افريقيا ما شاء الله يعني. فهم كان بس هم كانوا خسروا قبلها باسبوعين او اسبوعين تقريبا البطوله العربيه. تمام. فاللعيبه دي قالت ان الخساره كان سببها الجمهور لانه ما كانش موجود فخسروا. وحتى الماتش بتاع النهائي ده الاول شوط خسروه لان كان فيه حوالي 200 واحد في المدرج يعني اللي الصاله مجرد بس لا هم كانوا موجودين بره. مجرد ما دخلوا الجمهور دخل اللعيبه في ضغط على الخصم الثاني وانت اللعيبه بتشجعها. فالجمهور فعلا لعب رقم واحد. دي مش كليشيه او مش شعار، دي حقيقه. دي انت ليه انت عندك قوه ليه تمنعها من نفسك؟ دي حقيقه فعلا. وانت في نفس الوقت برضو دي يعني دي رساله للامن. انت ما ينفعش انت مش متحمل الجمهور موجود بتعايز الجمهور ايه 15 او 20 واحد موجود مره واحده. هتيجي بعد كده في امم افريقيا 100,000 او 50,000 على الاقل مثلا في الاستاد كل مره، هيبقى دي حمل عليك. انت عامل مثلا زي واحد مثلا مش بيلعب رياضه ومره واحده يروح الجيم يلعب يشيل 100 كيلو، مش هتقدر. فانت تيجي بالتمرين كده والتدريب مره واحده تصاعدي دايما من النهارده، من النهارده دخل الجمهور. ده اللي هيخليك احنا كلنا مفيش حد مسؤول في مصر مش عايز مصر تاخد امم افريقيا بالزبط. فعشان تاخد امم افريقيا لازم تدخل العنصر الاساسي في اللعبه هو الجمهور. لازم الجمهور يرجع. سيبك كمان مش حكايه كاس افريقيا، حكايه ان انت هتبقى بطوله قدام العالم بالظبط. الاهلي والزمالك قدام حضرتك للاسف عليك. للاسف الناس في صحف يعني لان طبعا الديربي ده ديربي القاهره متابع من يعني حتى على الاقل من الدول العربيه، وفي صحفيين ومعلقين عرب وناس كتير شفناهم طبعا اعترضوا او هم زعلانين ان هم الديربي اللي هم كانوا بيشوفوه بقى شكله بالارضيه والجمهور اللي مش موجود ده بيدي روح. الواحد بيشوف انا والله كانت ليله المباراه دي كان قناه نايل سبورت بتذيع المباراه 3-3 وفي نفس الوقت كان في اول سبورت بتذيع مباراه فوز الاهلي 3-0. اتفرجت على 3-3 وسبت 3-0 ليه؟ لان في جمهور، في حماس، في اللعب ماتش كان حلو. ليه؟ لان هو الجمهور بيخلي اللعب حتى لو في هو برضه عشان في حاجه برضه الجمهور بيغلط. خلينا نقول واضحين الجمهور بيغلط، بس احنا مش مدرسه اخلاق حميده يعني معلش. هو الجمهور طلع بيغلط يعني اللقطه الشهيره بتاعت كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب كلنا على فكره لما كابتن محمود الخطيب اخذ كابتن حسن شحاته وراح للجمهور وسقفوا لبعض. ليه اصلا اللقطه دي موجوده ليه؟ عشان الجمهور شتم يعني الجمهور تجاوز. فحته الجمهور بيشتم لا هو طول عمره بيشتم، فمش عشان في اي تجاوز نقفل الجمهور خالص لا. يعني عاقب اللي عاقب حتى عقوبه اداريه او عقوبه رياضيه. لو مثلا جمهور شتم قول مش هيدخل الماتش الجاي، لو في جمهور شتم يعني مش هيدخل الماتش الجاي. بصراحه الجمهور ملتزم لا وحتى لو حتى لو في لو حتى لو في تجاوز وهيحصل تجاوز ما نخافش من التجاوز، نعالجه رياضيا. اكيد دي اللي رسالتي واتمنى توصل يعني. اكيد ان شاء الله توصل وان شاء الله يا رب. ويا رب. هو الجمهور بجد الجمهور يعني عصب الكوره. الجمهور ايه اصل الكوره احنا بنلعب كوره ليه؟ عشان الجمهور. هو روح الكوره بالظبط. روح الكوره. انا مش عايز انكشك في حته بقى المؤجلات، بس انا لا. يعني مضطر نتكلم بالفير يعني كده. لا احنا كنادي اهلي دايما انا بقول النادي الاهلي هو شاغل نفسه بنفسه. احنا ما لناش علاقه بقى اللي عنده مؤجلات كتير اللي ما عندوش. احنا مش شايفين اساسا غير طريق واحد وهدف واحد، وشايفين الاهلي في المرايه بتاعتنا على طول. لما بنشوف شكلنا كده بدا يعمل بنحاول نظبطه تاني وبنظبطه الحمد لله. تمام. لكن ما بنتكلمش بنقول اصل مش عارف مين عنده ماتش مؤجل وماتشين مؤجلين فاحنا مش هنلعب. هو المشكله احنا ما بنتكلمش والكلام بس ده. الطرف الاخر هو اللي يتكلم عليك يعمل ازمه يعمل ازمه. ما هو الاطراف الاخرى بلاش. ما هو في فعلا اطراف اخرى فعلا في الموسم ده عملوا ازمه علينا بسبب المؤجلات دي، واحنا خلصنا مؤجلاتنا وهم لسه ليهم مؤجلات ما لعبوهاش. شفت يعني ده بندخل في موضوع ندخل في الموضوع. كنت حابب اتكلم دلوقتي. اتفضل. انا ادي لك دي الدخله. كنت اسيبك اتفضل. لغايه دلوقتي بقعد اسمع كده اقعد اتفرج على او بدخل على مواقع لان انا في قنوات كده بشيلها اساسا من الريسيفر عندي عشان ما لوثش ودان ولادي وعينيهم وكده. فبشوف برضو نادي القرن والاهلي ازاي يبقى نادي القرن. ما لناش دعوه مين اللي بيتكلم. ما لناش دعوه طبعا. واحد بيتساءل عادي انتوا بناء على ايه نادي القرن؟ ما هو انا هقول بناء على ايه دلوقتي؟ اتفضل. هو اولا في المسمى في كلمه نادي القرن، هل في معنى كلمه نادي القرن دي الاكثر تتويجا؟ يعني هل الكلمه دي فيها بطولات؟ نادي القرن دي فيها بطولات؟ ما فيهاش بطولات. فهو يجي يقول لك بقى ايه السبعه اكتر ولا التسعه؟ يا حبيبي ما اصلا ما فيش بطولات. هو هل بطل الدوري ده هو الاكثر فوزا بالمباريات؟ لا، والاكثر جمعا للنقاط، صح؟ جميل. فهو دلوقتي بطل الدوري. في اصلا مواسم في الدوري المصري، يعني مش هقول لك مواسم اوروبيه، مواسم في الدوري المصري
البطل الدوري فيها كان اقل انتصارا من اللي بعديه للوصيف. جميل. وهقول لك امثله بالارقام. في موسم 50-51 الاهلي كان 10 انتصارات 10 فوز والزمالك 11، يعني الزمالك اكتر انتصارات. ورغم كده زي ما احنا شايفين مع بعض الارقام اهو، ورغم كده الاهلي اخذ الدوري بفارق الاهداف. احنا معانا هو كل حاجه بالارقام اهو. وفي نفس الموسم، الموسم بعديه برضه موسم 87-88 الاهلي كان 17 فوز والزمالك 16 فوز، يعني الاهلي اكتر انتصارات من الزمالك، ورغم كده الزمالك هو بطل الدوري بفارق الاهداف. فهو دي الفكره، ان لما يكون في معايير، هو دي بقى ايه يعني ترجع لهنا بقى، لان لما يكون في معايير هنا دي هي اللي بتخلي البطوله، بتخلي الـ يعني تحديد البطل. الالتزام هنا المعايير ما كانش الاكثر بطولات، الاكثر بطولات زي الاكثر فوز بمباريات، هي هي لما هنا في بطل الدوري اتحدد بالنقاط، المعايير نقط فبقى بطل الدوري. ولما حتى تساوت النقاط بقى في معايير، سواء بقى مواجهات مباشره، فرق اهداف، حتى فرق اهداف اعتباريه، بقى فوز حقيقي بالدوري والزمالك اخذ الدوري. فهو دي الفكره، اللي هو لما يكون في معايير ما تقوليش بقى ايه مين اكتر فوز بالنقط او مين اكتر فوز بالبطولات، لا احنا متفقين على المعايير من الاول، ما تجيش بقى ايه تزعل منها النقط. النقط بالظبط. فهو عشان كده بقى هي اصلا ايه فكره المعايير دي جت منين اساسا؟ يعني اصلا في ناس متصوره ان هي الكوره كده طول عمرها فيها احسن لاعب وفيها احسن فريق وكلام من ده واحسن مدرب والكلام ده، الحاجات دي مستحدثه. ايه اللي كان بيحصل في الاول؟ اصلا الفكره دي بدات، فكره تصنيف الانديه او المنتخبات دي بدات سنه 93، وتحديدا في اغسطس 93 الفيفا اصلا عمل اول معايير للانديه، عمل اول معايير للمنتخبات كده. ايه عايزين ناخدها على الرايق. اه يعني ايه العربيه مخبوطه وعايزين نردها على البارد بالراحه خالص، يعني بالراحه خالص عشان نقفل بقى القصه دي. لا ما هو فعلا بجد هو الموضوع فيه نقطه اخيره، يعني اخليها كده ايه قنبله في في اخر مش عايز مفاجاتك. لا 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 ما تقلقش، ما تقلقش على الهادي، يعني حاجه احمد اسامه قاعد بره انت عارف احمد. لا هو حبيبي هناخد منه حاجه هنا، في هو جايب وثيقه كده هنستشهد بيه. احمد اسامه وفارس والرجاله كلها، لا كلهم حبايبنا طبعا، وهم كل واحد فيه مميز في حته وبنكمل بعض. ما هي دي الفكره بقى، ان احنا كل واحد فينا عنده حاجه مميز فيها، والحمد لله بنكمل بعض كلنا. كل واحد اسطوره. بموضوع نادي الكار ده بقى الحمد لله واخد دكتوراه فيه انا يعني. المهم موضوع البطولات، بدا التصنيف ده بدا منين؟ هنلاقي ان تصنيف الفيفا في اغسطس 93 بدا اول فكره، اول تصنيف للانديه. الفكره، فكره التصنيف دي ما كانتش موجوده يا جماعه. اهو هنشوف الخبر ده من موقع الفيفا الرسمي، ادخلوا عليه هتلاقي التصنيف بدا من 93 اهو اغسطس. ده معناه من عنوان، هو بنتكلم ان هو بدا من اغسطس 93، وهنلاقي الخبر اللي بعديه تاكيد برضو من جريده الاهرام، هنلاقي ده تصنيف، التصنيف السنوي لفيفا ده في 94. أوكي. فده تاكيد لبدايه الايه، بدايه الارهاصات بتاعت الفكره، يعني ارهاصات مقدمات الفكره بتاعت التصنيف دي. نرجع هنا بقى هنلاقي ان الاتحاد الدولي هو اللي بدا الفكره دي. الكاف اخذ نفس الفكره، بس هو الاتحاد الدولي فيفا كان بيطبقها على ايه؟ على المنتخبات. الكاف بقى طبقها على المنتخبات والانديه، فهنا اتولدت الفكره بتاعت المعايير. حط لمسته. بالظبط، هو حط اللمسه بتاعته وحطها بمعايير خاصه بيه هو بقى. ومعايير كانت بسيطه، هو حط معايير ايه؟ البطل ياخد 4 نقط، الوصيف 3 نقط، الخروج من نص النهائي نقطتين، الربع النهائي نقطه. معايير بسيطه جدا، مع انها على فكره الفكره بقى هنا اللي هي مش منطقيه. هو مش معقول اقول الوصيف 4 مثلا والبطل 3؟ لا لا طبعا هي، لا هي منطقيه في حته اللي هو الترتيب من 1-4 ما فيش مشكله. الفكره في ايه مش منطقيه في ايه؟ ان هو خلاها لكل البطولات زي بعضها، ودي انا بخالف فيها كل الاهلاويه تقريبا، كل الاهلاويه مع كل الاهلاويه ومع الزمالكيه فيها، عشان كده بعض الاهلاويه بيزعلوا مني. الفكره ان هنا المعيار ده مش منطقي. فانا معاك اهو كزملكاوي ان معيار اللي انت بتساوي معيار اكيد ابطال الدوري، ابطال الدوري زي ابطال الكاس، ده مش منطقي. لكن انت بقى هنا إيه هو بيتهم، بيقول الموضوع ده مؤامره. مؤامره ازاي بقى؟ لان احنا هنشوف بقى الوثيقه اللي بعد كده هتلاقيها اللي هي جمهوريه 5 ديسمبر. ده جايب وثائق يعني ما كل مزرش. كل كلمه بنقولها احنا اللي بنقول، احنا قعدنا مع ناس واعترفوا لنا، ولا احنا في مؤامره كان في فلان قاعد وفلان قاعد اهو. الجو جايب فريق خلي بالك جوه عشان يطلعوا كل يعني بشكره جدا الحقيقه. الوثيق دي اهو الاهلي اعظم فريق في افريقيا. خد بالك اصلا حتى حته مفهوم حته الاهلي نادي الكار دي كانتش موجوده وقتها. كان فكره ايه؟ الاهلي اعظم فريق افريقي. الكلام ده بالظبط في 5 ديسمبر 93 جت اول مره يطلع فكره نادي القرن دي. تمام. فالنقطه دي بقى هنا في الوقت، في اللحظه دي يوم 5 ديسمبر كان الاهلي كام بطوله والزمالك كام بطوله؟ كان الاهلي 6 بطولات، والبطوله دي بقى 7، يعني البطوله دي هيبقى 7، البطوله 7 للاهلي. تمام. والزمالك كان 3 بطولات. ايه بطولات الاهلي بالظبط؟ 2 دوري ابطال،
ثلاثة أبطال الكؤوس وواحدة سوبر أفريقي. تمام. الزمالك كان اثنين دوري أبطال وواحدة سوبر أفرو آسيوي، فثلاث بطولات بس. في البطولة دي بقى كان الفكرة في إيه بقى؟ اللي هو اثنين دوري أبطال واثنين دوري أبطال. لأن هو بيقول لك إيه الاتحاد الأفريقي. ما ينفعش نساوي. ما هو دي الفكرة بقى، هو الناس متصورة. الناس متصوره اللي هو يعني اي حد متامر بيفكر في المؤامره يعني متصور ان الاتحاد الافريقي جه في سنه 2000 بعد ما الزمالك بقى 9 بطولات والاهلي بقى 7 بطولات، فبقى الزمالك افضل من الاهلي في البطولات. فبدا يقول ان اللي هم جم وقتها لما شافوا الفرق ده قال لك احنا عايزين نعمل تفصيل للاهلي بحيث الاهلي ياخد نادي القرن. لكن ده مش حقيقي، ده وهم، دي حاجه اسطوره وهميه. لكن الحقيقه بقى قدامك بالادله اهي. الحقيقه في سنه 93 كان الاهلي 7 بطولات والزمالك 3، بقى 4 بالبطوله اللي هي بتاعت اللي هياخد بطوله دوري ابطال سنه 93. قول 7 و4. 7 و4. فالفكره برضه الاهلي متفوق. خليك كريم، خليك كريم. لا بس احنا بنتكلم في سنه، احنا بنتكلم البطوله دي المعايير سنه 95 يعني 5 ديسمبر 93. تمام. في اللحظه دي كان الزمالك اصلا ما خدش بطوله. الزمالك كان وقتها اتعادل في الذهاب مع كوتوكو 0-0 هناك، وهيرجع يلعب يوم 10 ديسمبر برضه هيتعادل 0-0 وياخدها بضربات الجزاء. تمام. يعني انت بتاخد بطوله كنت اصلا ما تاخدهاش، يعني هتاخدها ما تاخدهاش، كنت ما تاخدهاش وقتها برضه. فدي فكره اللي انت اخدتها. هم بقى انت اخدت اثنين دوري ابطال زي ما خدتها من بالظبط. فانت يبقى فين المعيار، يبقى فين الظلم في المعيار؟ هو المعيار مش عادل، يعني فكره انت تساوي بين ابطال الدوري وابطال الكاس معيار مش عادل اهو، يعني على بلاطه يعني. لكن المعيار ده يعني معاك في الحس المبدا، لكن في المضمون بقى اللي هو حته المؤامره مش معاك فيها. ليه؟ لان هو اصلا هو احنا الاثنين زي بعض، 2 و2 2 و2، يبقى فين المؤامره؟ يبقى هيفصلها لي ليه؟ ما هي زي بعضها. وفي الحساب المجمل البطولات ما هو انا اكتر منك، وبرده في 7 و4 يا سيدي. 4 بالظبط، 7 و4 ماشي بحيث ما تكون 7 و4، يبقى اكتر منك برده. وحتى في وحتى في سوبر افريقيا الساوي هو برده قال لك ما حسبهاش، عشان الزمالك بعد كده هو كل مره بيحسبوا ان الموضوع ده في سنه 2000 لما بقى الزمالك 2 سوبر افريقيا الساوي والاهلي سوبر واحد. احنا قلنا نقول المنافس عشان موثيق وقايل لك ما هو المنافس ده هو مين. المهم ان هو بقى سوى 2 سوبر افريقيا الساوي واحنا واحد، فهو متصور ان هو عشان بقى اللي هو متفوق علينا فهم تجاهلوه. لكن هو حتى في وقتها ما كانش موجود اصلا، ما كانش موجود، وانت واحد وانا واحد. فدي الفكره، انت احنا فيش دايما تساوي موجود، فيبقى انت ليه كل مره تقول لي في مؤامره؟ ما هي انت في كل اعتراضاتك مردود عليها، التاريخ هو رد عليها مش انا مرد عليها. تمام. يعني في الحته دي يبقى دلوقتي كده بس عشان نلخص الموضوع للناس، معلش الموضوع اصلا موضوع طويل شويه فاحنا بنحاول نلخصه للناس. يبقى في دوري الابطال انت 2 وانا 2 مفيش مؤامره. في مجمل البطولات انا اكتر منك، انا 7 وانت 4 عشان نرضيهم زي ما انت بتقول يعني. عشان خاطرك انت بس والله. اذا احنا 7 وهم 4 فيبقى احنا اكتر. في السوبر افريقيا الاسيوي احنا 1 هم 1، فمفيش اي مؤامره، كلنا زي يعني احنا يا انا زيك يا انا زيك يا اكتر منك. هو اساسا مفيش مباريات خالص اصلا، بس ماشي بس بنريح 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 مع الناس اللي هي يعني المفاهيم متلخبطه عندها. طيب هو برضه بيقول لك ايه اصل طب احنا ناخد ريال مدريد، شوفوا عايزين نتعامل مع ريال مدريد، يعني هو شايف ان ريال مدريد ده هو الحاجه الكويسه فانا عايز اتعامل زيه. طب هو ريال مدريد اخذ زي مقصر ايه؟ ماشي، ريال مدريد اخذ البطوله دي النادي القرن ده. هو على فكره في مفهوم شائع يعني في خطا شائع حتى بين اهلاويه برضه، خطا شائع ان الموضوع ده اخده من اليوفا اللي هو الاتحاد الاوروبي. اوكي. ولكن دي خطا يعني خطا فظيع يعني، هو لان هو اصلا اخده من الفيفا. ماشي. ومعانا وثيقه رسميه للفيفا تثبت ان الموضوع ده بالتصويت مش بالمعايير. تمام. يعني اصلا ما كانش في اي معايير نهائي، الفيفا ما عملش اي معايير عشان يخلي ريال نادي القرن. ونشوف المعايير مع بعض، اصلا هنلاقي ان المعايير دي قصدي التصويت ده الريال اخد بنسبه 42.35%. مع اهي قدام حضراتكم. دي الوثيقه بتاعت الفيفا، ونجيب الوثيقه بس اللي بعدها على طول بحسب حد في الفيفا اصلا اكيد. ده الحاجات دي متوفره، ما دي الفكره بقى ان الناس متصوره دي بس عشان بالعربي عشان ايه يبقى سهل للناس. هنلاقي بقى هنا في مفارقات غريبه جدا. قول لي اول مفارقه. اولا التصويت ده اللي هو عشان ده دليل ان الموضوع مش يوفا بس، مش دوري ابطال، مش اللي هو ايه، مش اوروبا بس. هنلاقي ان في انديه من امريكا اللاتينيه اللي هي امريكا الجنوبيه يعني، هنلاقي سانتوس اللي هو فريق بيليه وبينارول وبوكا جونيور، دي فرق امريكا اللاتينيه موجوده معاهم في التصويت. تمام. هنلاقي ان في ناس باخد بالك برضه لما احنا قلنا كده باخد بالك، هم احنا كل ما نقول حاجه نجيب الدليل هم يالفوا اي تاليفه. والله فهم قال لك ايه اصل الريال اخذ دي عشان هو معاه دوري ابطال اكتر. تمام. شوف بقى ايه ده يعني تدليس، ما اقدرش اقول غير كده. معاه دوري ابطال اكتر ازاي؟ هنلاقي ان هنا دوري ابطال الريال معاه 8 والميلان معاه 5. تمام. شوف بينهم بقى الميلان الريال اول واحد والميلان 9 1.
انت متخيل بقى في بينهم كام مركز، تمام مراكز. شوف هتلاقي ان نادي مانشستر يونايتد معاه 2 دوري ابطال ورغم كده المركز الثاني، يعني المركز الثاني معاه 2 والمركز التاسع معاه 5. تمام، ففين معيار دوري ابطال؟ ما هو لو دوري ابطال بيحطها بقى هم ايه بالظبط بالافضل اللي هو 8 بالزبط. 5 وهكذا، لكن ده دليل ثاني دوري التصويت. وحتى في امريكا الجنوبيه هنلاقي سانتوس معاه 2 دوري ابطال وفي وهو في المركز الخامس. تتخيل لو كان نادي القرن نادي الاهلي خد نادي القرن بالتصويت؟ هو ده اللي بتكلم فيه بقى. يا نهار ابيض، انت متخيل؟ انت متخيل ان احنا بالمعايير يعني احنا كان وعاملين نعاني، ممكن نقول لهم خلاص انتوا نادي القرن بالظبط. ازاي اللي هيحصل بالظبط؟ انت متخيل احنا بالمعايير؟ ما هو دي بقى عشان كده انا هقول لك بقى المعايير كمان مش بالتصويت بالظبط. هنا الكاف كان اكثر انصافا وشفافيه من الفيفا ذات نفسه بالظبط، لانه هيشتغل بالمعايير بالظبط. احنا المعايير دي مش معلنه من 2000، المعايير دي موجوده من 93، فالمعايير مش موجوده لحد، هي موجوده كده عملوها كده. والفكره ان هو في ناس متصوره ان هم عملوها الاهلي والزمالك. هي ليه اصلا معموله المعايير دي؟ معموله سنه كانت سنه 93 غير الموضوع اللي هو بدايه التصنيف اصلا، بدايه فكره التصنيف. لا، كان في حاجه تانية، ان الاتحاد الافريقي كان بيحتفل بمرور 50 بطوله على دوري ابطال وابطال الكؤوس، فكان في قالك بقى احنا عايزين نشوف افضل نادي او افضل انديه في القائمه كلها. فهتلاقي اصلا القائمه هو رأس كل الانديه بتاعه الاتحاد الافريقي. هو الموضوع مش قالوا زي خالص يعني. أكيد الناس أكيد الناس متصوره، هو دي الفكره، هو الناس متصوره ان هو عينهم قاصره على الاهلي والزمالك، لكن الموضوع كله خاص بالقاره كلها. انت ليه بتبص لنفسك بس؟ لكن هم نكمل في حتى في اللي هو في التصنيف ده، هنلاقي برضو ان هو زي ما قلنا السانتوس معاه 2 دوري ابطال الامريكا اللاتينيه، وفي نفس الوقت بس في المركز الخامس، وبينارول كان معاه 5 دوري ابطال وفي المركز الثامن، فنفس الحكايه مقلوبه بالظبط. ليه سانتوس ده اصلا كان فريق بيليه، فطبعا فريق مشهور طبعا يعني. فهي موضوع بالحب، وكان احنا كنا عملناها بالحب بقى. ما هو دي اللي ده اللي بتكلم فيه، ده اللي بتكلم فيه، ان هو انت انت بتقول ما حدش بيشكك ابدا. خد بالك بقى الجايه دي هي القاتله بقى، اللي بيقول السبعه اكبر ولا التسعه؟ السبعه اكبر ولا التسعه؟ لا، ده هو بقى ال 12 اكبر ولا 13؟ يعني قول لي بقى 12 ولا 13؟ الميلان كان 13 بطوله قاريه في القرن ال 20، والريال مدريد كان 12 بطوله قاريه، فالميلان اكتر، ورغم كده الريال اخذ نادي القرن. يعني احنا في الاخر بصوا كيشو تعبان وعمال يجمع لكم في وثائق ومستندات عشان يقول لكم ان الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الدولي كان عمل التصويت بالتصويت. كان عمل يعني كان عمل اختيار نادي القرن بالتصويت. الاتحاد الافريقي اختار نادي القرن بايه؟ بالمعايير. بالمعايير. فانت يعني بقى فانت معتاد على المعايير وفرحان بالتصويت، هو يقول لك لا التصويت ده فير. ازاي يعني التصويت فير؟ فير فين نرجع نعمل تصويت؟ ما هو ما انت هترجع تعمل تصويت وترجع وتقول لي بقى في رجالتي الاهلي ليه؟ طب ما تيجي نفصل ثواني كده. اتفضل. عشان بالرقصه اللي رقصها سعد سمير امبارح دي لازم نقول له كل سنه وهو طيب. عيد ميلاده والسلية النهارده والسلية كمان. ما احنا كنا هناخد واحد واحد بس الرقصه بتاعت امبارح اللي رقصها دي هو سعد. انت عارف سعد يعني ما شاء الله سعد احلى سعد. تعالى عن سعد سمير وكل سنه وانت طيب وبخير ودايما كده اسد ودايما دمك خفيف. تأدى لقب الصخرة ده وائل جمعة يزعل منك كده. لقب كبير بصراحة بس ربنا يوفقه وبألف خير ودايما صخرة كده امتدادا للصخور بتاعتنا بتاعت النادي الأهلي. وائل جمعة وكل رجالة النادي الأهلي إن شاء الله دايما بخير يا سعد وكل رجالة النادي الأهلي. نكمل بقى نكمل يلا. في بقى إيه في ناس متصورة إن في كرات التانية عملت نادي القارة. مفيش أي قارة غير القارة الأفريقية والفيفا كله اللي هو ريال مدريد هم اللي عملوا نادي القرن. لكن اي قاره ثانيه ما عملتش نادي القرن. لكن رغم كده عملوا تصنيف للانديه بغض النظر عن نادي القرن ده، هو تصنيف حديث يعني. التصنيف ده كل التصنيفات ما فيش اي تصنيف فيهم في النظام اللي هو بيرتب حسب الاكثر تتويجا اللي هم لقب بطولات يعني. أوكي. بيرتب يحط معايير خاصه بيه. معنى المعايير دي هي ايه؟ هم بيعتبر معايير وهنشوف المعايير دلوقتي مع بعض. معايير الاتحاد الاوروبي هتلاقي برضه يحط معايير نقط برضه. تمام. يعني اللي يكسب بياخد كذا، اللي يوصل لدور معايير نقط بالظبط كده. تمام. وهتلاقي برضه نفس الكلام ده في امريكا اللاتينيه. شوف برضه كل الكلام ده موثق عشان احنا ما دي الفرق بيننا وبين اي حد، ان احنا موثقين كل الكلام ده. كل كلمه بنقولها حلها مثبته. ادي دي معايير الاتحاد الاوروبي. تمام. وهتلاقي برضه معايير بعديها امريكا اللاتينيه، دي برضه تصنيف برضه تاكيد عشان شوف حتى البطولات. هتلاقي بطولات مثلا 10 5 5 5 ولا 3 7. فدي الفكره اللي هو
عدد البطولات 5 5 3 7. البطولات مش المعيار، لا، في نقط، بيبقى في نقط معينه مع نقط وفي الاخر اكتر. دي الفكره بالنقط يا جماعه، مش بالبطولات خالص، تمام. وبرده امريكا اللاتينيه نفس الكلام، ادي ده معيار امريكا اللاتينيه، وفي جزء ماشي من كل القارات، يعني كل القارات نفس المعيار، تمام. معانا بقى هي كل بوينتس بالظبط كده بالظبط. وهتلاقي برضو اسيا، بس اسيا بيعمل يعمل تصنيف، مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد يعني عندهم بقى هم الاتحاد السعودي، الاتحاد الاماراتي، وهكذا، تمام. هم بيعملوا تصنيف للاتحاد مش للانديه، ده برضو عشان دي نقطه مهمه. والفيفا طبعا بيعمل تصنيف المنتخبات، يعني دي معروفه برضو، تصنيف بالمعيار، يعني النقط تكسب كذا وتكسب فريق تصنيفه اول غير تصنيفه ثاني وهكذا، تفاصيل كتير جدا في الفيفا يعني. فكل الشاهم الكلام ده بقى كله ان احنا عندنا دلوقتي الفيفا والاسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه وافريقيا، كل الفرق يعني كل القارات كلها بتعتمد نفس المعيار، تمام. معايير اللي هو النقاط، مفيش اي قاره في الدنيا بتعمل حته البطولات دي، يعني احنا بنقول لهم يعني ايه اللي يريحكم، يعني ما فيش اي حاجه بتعمل البطولات دي خالص. وحتى برضو في ناس يعني في كده في صوره شهيره كده يقول لك ان الزمالك نادي القرن طبقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. في ناس متصوره ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ده هو الفيفا، لا، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ده اختصاره IFFHS، تمام، اختصارات دي هو اختصار طويل شويه كده غير فيفا، يعني فيفا طبعا معروفه، يعني ما هي دي الفكره بقى، اللي هو في ناس بتخلط. واصلا حتى برضو معانا وثيقه يعني اعتراف رسمي من الفيفا بينفي علاقته بالاتحاد ده نهائي، يعني في علاقته بالاتحاد ده اصلا اللي هو اصلا هو اتحاد غير رسمي، يعني ده الوثيقه دي اهو، ده موقع رسمي للفيفا، اوكي. يعني هو في حد بيسالهم ان هو هل ليكم علاقه، هل الفيفا بيعمل تصنيف للانديه؟ بيقولوا لا، احنا بنعمل تصنيف بس للمنتخبات ومالناش اي علاقه بتصنيف الانديه ده. فدي ادي اعتراف رسمي للفيفا، وموقع الفيفا موجود اهو، fifa.com. اظن معترفين بالاحصائيات اللي بيعملها اي اللي هو اي حاجه ثانيه، لان في ناس بتصوره برضه، وفي برضه في ناس بيقول اللي هو ايه RSSSF، برضه بيقولوا ان هو ايه علاقه بالفيفا، ملوش علاقه بالفيفا برضه خالص. الفيفا ما بصوا من الاخر يا جماعه، يعني اي تصنيف تشوفوه للانديه تعرفوا ده تصنيف مواقع. مواقع بقى ايه محترمه ومواقع مش محترمه مالناش دعوه. المواقع دي تصنيف الفيفا، تصنيف فيفا ملوش غير المنتخب بس، يعني منتخب مصر، البرازيل، الكلام من ده، لكن الانديه ما فيش اي علاقه للفيفا بالموضوع، تمام. خلي بالكوا الوثائق اللي بيعرضها كيشو دي كلها موجوده، يعني اللي عايز يشوفها كل حاجه يعني موجوده، مش وثائق، الكلام ده مش اي كلام او ورق فاضي يعني بالظبط. دي بقى ايه الاهم نقطه في الموضوع، دي بقى ايه اللي هو بعتبرها برضه بنعرف الناس يا كيشو اللي عايز يجي يشوف حاجه، يعني اللي عايز فتش في بقى ايه نقطه، دي بقى عشان كده انا بحب ايه اريح الزبون، تمام، نجيبه من الاخر، تمام. المعايير هم معترضين على المعايير، المعايير كانت ايه المعايير اللي اصلا المعتمده من الاتحاد الافريقي؟ هنلاقي ان البطل 4 نقط، الوصيف 3 نقط، اللي بياخد من نص النهائي نقطتين، ربع النهائي نقطه، وبعد كده جه من 97 لنهايه القرن ميز بقى لما بدا بطوله ابطال الدوري يبقى فيها دور مجموعات اللي هو مجموعتين، بدا يميز البطوله دي بخيز ان البطل بقى 5 نقط، الوصيف 4 نقط، تاني مجموعه 3 نقط، تاني مجموعه 3 نقط، وتالت مجموعه نقطتين، ورابع مجموعه نقطه، تمام. فالمهم ان هم معترضين على فكره اللي هو المساوي بيساوي بين البطولات دوري ابطال وابطال الكؤوس، وده انا متفق معاهم فيه برضه. طيب ما هو ده بقول لك انت طيب، لا مش متطيب، انا بتفق مع المنطق، انا بتفق مع المنطق ومنطقهم صح في النقطه دي، بس منطقهم صح. لكن لو احنا بقى ميزنا بين البطولتين دول بقى، احنا هنميز المعايير دي، المعايير الحاليه بتميز بين ابطال الدوري وابطال الكاس اللي هي الكونفدراليه، مؤقتا بقى في دمج حصل، اصلا الكاف كان عنده 3 بطولات، ابطال الدوري وابطال الكاس وكاس الاتحاد، تمام. فبدا دمج الاتحاد، كاس الاتحاد وابطال الكاس، فبدا بطوله واحده اللي هي الكونفدراليه، تمام. فاحنا هنعمل دلوقتي معايير جديده بناء على المعايير الموجوده حاليا. وخد بالك بقى في حاجه قبل ما ندخل النقطه دي، بس كده في معايير اصلا ما حدش عارف المعلومه دي اصلا. في كنت انا اصلا في مناظره في 2016، في 6/2016 كان في وقتها الدور مجموعات من دور الثمانيه، وقلت ان هيحصل تغيير في نظام مجموعه من السنه اللي جايه اللي هي سنه 2017، وهيتم تغيير المعايير دي، اوكي، من غير الرجوع السهوباك. برضه هما بيقولوا ان احنا عايزين نرجع للانديه، يعني انت كاتحاد قاري قول لي ايه رايك في المعايير دي، وانا ارفضها وما ارفضهاش. وقلت لهم هيتم تغيير المعايير دي لما يتم تغيير البطوله، ويحصل اللي هو دور المجموعات دلوقتي من دور 16، فلما يتم تغيير المعايير دي مش هيرجع للانديه، هيحصل تغيير ومش هيعترضوا. وخد بالك بقى في نقطه مهمه، اهم نقطه في الموضوع اصلا، يعني اللي هما كانوا بيقولوا ازاي بطل الدوري، بطل قصدي السوبر، ياخد نقطه، واللي يخرج من دور الثمانيه ياخد نقطه.
دلوقتي بالمعايير الجديده بطل السوبر برضه بياخد نقطه واللي بيخرج من دور 16 يعني مثلا فريق زي الاسماعيلي اخر مجموعه في دور بياخد نقطه. شفت بقى كان فانت كنت معترض أرحب. انت كنت معترض على دور الثمانيه، انت بتقول الدور الثمانيه مش منطقي ياخد نقطه، دلوقتي بقى دور 16 بياخد نقطه. فلو انت ايه كويسه الناس، فلو لا ما الناس بتخرج من دور ال 16، ما هو الفكره هو اصلا هو اكتر فريق بيطلع من دور، مش عايزين نتكلم يعني. لا بنتكلم في العمر مش عايزين نتكلم. تحس ان سيد عبد الحفيظ صغير. ربنا يخليك يا عبد الحفيظ صغير والله العظيم. ربنا يخليك. النقطه بس بجد حته ارقام، يا ارقام ما بتكذبش الارقام يعني، هما كل مره هو بالظبط، هو الارقام بتنصف الحق واحنا مع الحق. فاحنا هنا بقى هنميز بين البطولتين، يعني هم دلوقتي هم طلبوا، ودي نقطه يا جماعه، دي نقطه في غايه الاهميه. احنا دلوقتي بنميز بين البطولتين اهو، هنخلي ابطال الدوري غير ابطال الكاس وهنعملها على الكل. يعني خد بالك انا كنت بقول بتفق معاهم بان البطولتين ما ينفعش يبقوا زي بعض، فهنميزهم اهو. ونشوف بقى دلوقتي البطل هياخد 5 نقط في ابطال الدوري، والوصيف 4 نقط، ونص النهائي 3 نقط، تالت مجموعته نقطتين، رابع مجموعته نقطه، تاني مجموعته، لان خد بالك كان في قبل كده في سنه 99 و2000 كان تاني مجموعته بيطلع اساسا، ما كانش فيه نص نهائي، هو اول مجموعه هنا واول مجموعه هنا بيوصل للنهائي على طول، دي كانت موجوده يعني. فتاني مجموعه كانه خارج من نص النهائي يبقى ياخد 3 نقط. تمام. ودور الثمانيه بقى دي خليها في الاخر عشان نفهم الناس اكتر يعني. بالظبط كده، دي كويس ان هو عرضتها يعني. في الناحيه الكونفدراليه بقى عشان بس نوري الناس الكونفدراليه البطل ياخد 4 نقط، خد بالك انا مميز هنا البطل هنا 5 نقط وهنا 4، فعشان دلوقتي كده ريحتهم اهو، والبطل هنا بياخد نقط اكتر من هنا. تمام. البطل هنا ياخد 4 نقط، الوصيف 3 نقط، نص النهائي نقطتين، تلات ورابع نقطه نقطه، السوبر الافريقي نقطه، وهنا بقى خد بالك ان هم معترضين على السوبر الاسيوي مش محتسب، فهنحسبه يعني، شوف يعني مريحكم على الاخر يعني. والله جميل. هنحسب السوبر الافريقي الاسيوي نقطه، وكمان هنا بقى الاتحاد الافريقي كان عامل برضه بيساوي بين البطولتين، فبيخلي اللي بياخد من دور الثمانيه هنا وهنا بياخد نقطه. فاحنا بقى المره دي بقى هنخلي دور الثمانيه في الكونفدراليه ياخد نقطه، وهنميزه في دور في اطار الدوري ياخد نقطتين. فشوف احنا ايه مطبقنا كل المعايير الممكنه اللي تنصف الحق، اللي تخلي ابطال الدوري غير ابطال الكاس. نشوف بقى ايه نتيجه تطبيق المعايير دي على نتائج الزمالك. نشوف الزمالك الاول هنلاقي كام نقطه. يلا. نشوفها مع بعض. اهو. شوف بقى نحسب كل النقط دي يعني كل النقط دي هتلاقيها 47 نقط 47 ورجعوا شوفوا اعاده الحلقه او شوفوا الحلقه دي على اليوتيوب هنلاقي احسبها انت بالظبط هنلاقيها 47 نقطه. تمام. ونشوف الاهلي هنلاقيها 48 نقطه. تمام. فحتى بنتيجه تطبيق المعايير اللي احنا المعايير اللي انت بتطالب بيها يعني حسبتلك السوبر الافريقي الاسيوي وميزتلك الدوري ابطال عن ابطال الكاس هتلاقي برضه ايه نادي القاره. فمفيش اي معايير في الدنيا نهائي تخلي الزمالك نادي القاره، هو الاهلي نادي القرن بكل الاحصائيات في الدنيا. اهو. يعني قلنا لكم كل حاجه اهو. يعني وكل حاجه كل كلمه قلناها كل كلمه قلناها ليها دليل، ما قلناش كلمه كده من عندنا. كل حاجه قدام حضراتكم، ودايما كيكو بيتكلم بالورقه والقلم وبيتكلم بالمستندات، واي حد عايز اي ورقه انت جاهز طبعا. موجوده الاكونت موجود والورق فري كمان. يعني الورق فري كمان والاكونت عنده وطابع فيه كل الورق. دايما بتحدى الناس اي حد، دلوقتي بتكلم بدافع عن الاهلي الحمد لله يعني بقى اكتر من 3 سنين ونص. مفيش مره الحمد لله حد غلط المعلومه. ليه؟ لان انا يعني ايه ببحث بالادله. مش بقول ان انا كنت مثلا قاعد مع فلان وفلان وتعرفني ان هو بيعمل مؤامره على الاهلي او مؤامره على الزمالك، مفيش الكلام ده. انا بتكلم بكل حاجه ليها مصادر. طب لو ينفع بس ناخد سكرين شوت لبعض الاراء ولا الوقت على طول يا برجاوي؟ يعني لو حتى 2 سكرين شوت بس للمشاهدين بتوع كيشو لو جاهزين. اقل من عشان بس الناس كده يبقى لو جاهزين السكرين شوت اللي هو محضرها موجوده موجوده بسرعه كده. يلا انت بتجيب سكرين شوت بتعرضه. يعني هو دي ما دي يعني هو بس قدام مستقبل ان شاء الله هنعمل هاشتاج معين بحيث الفقره دي. يلا ان شاء الله اهو الاهلي اليوم بيتكلم عن صلاح جمعه اللي هو نزل 10 دقايق بس، كل ما يستلم الكوره تفكيره دايما لقدام، ما شفتش عمل منه باص خلفي ابدا، وشه مفتوح للملعب، لاعب بسم الله ما شاء الله، تحب الكوره تجيله تطلع من رجله، باص بالمقاس، والاهم واضح جدا انه اشتغل على نفسه بدنيا، والدليل تحركه الممتاز ودي نقطه مهمه فعلا مع رمضان من نص الملعب منطقه الجزاء المنافس بسرعه كبيره جدا، عشان كده ربنا كافئه بالهدف الجميل ده. حبايبنا الاهلي اليوم حبايبنا ودايما كده في ظهر النادي على طول. ماجي كانو بعديها كانو. تصدي بيتكلم على الشناوي، تصدي في وقت مهم في الماتش وفي نقطه التحول، وبالتوفيق للمباراه القادمه والهام الاستمراريه ومحاوله تصليح بعض الاخطاء. رجاله الاهلي ماجي كانو. استاذ خالد شاكر، الحمد لله والشكر لله فوز رباني، وبيقول ان ربنا رايد لنا خير باذن الله،
ولكن عندنا شغل نفسي وفني وبدني وتكتيكي مطلوب، وعندنا فريق ولاعبين محتاجين يظهروا ان البطل حتى ولو نتيجه سلبيه. ربنا طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، لكن ربنا بيكافئ اللي بيتعب واللي بيخطط واللي بيشتغل من قلبه وبيشتغل بتاعه. خلاص مش هقدر نقعد باين يعني السكرين ان شاء الله. ان شاء الله في الحلقات اللي جايه باذن الله هنحاول نعمل فقره مخصوصه للسكرين شوت بتاعتك اكيشو بتاعت كل الرجاله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وكالعاده منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. وانا بجد يعني حقيقي والله ما هياش مجامله، انا مبسوط من حضرتك ويا رب مع بعض دايما ان شاء الله. احنا اللي مبسوطين. ربنا يخليك. كل الاهلاويه مبسوطين. ربنا يخليك. وبيستنوكوا وبنستنوا كل رجاله السوشيال ميديا دايما كده في ظهر النادي الاهلي في كل مكان وفي كل وقت. بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله في الفاصل هتشوفوا تقرير لعمر السلايه. كل سنه هو طيب ودايما كده برضو ديفندر جامد جدا. ودايما عامل موسم متهيل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ده في ختام الحلقه. حاضر يا برجاوي. بشكركم شكرا جزيلا ودايما بتشرف بيكم جدا. ويعني اللي طلعنا بيه النهارده بعد ضيوفنا الجمال هو فوز الزمالك على سموحه وتصدره للدوري العام. حافظوا على الامانه اللي معاكم عشان ناخدها منكم في اي وقت.